ساعات لما حد بيحكي لنا ان هو عنده مشكله نفسيه او مرض نفسي، في بعض الناس بترد تقول انت اكيد عندك ضعف ايمان او انت اكيد محتاج تصلح علاقتك مع ربنا. انا عندي مشكله مع الاجابه دي، وعايزه اتكلم معاكم عن ازاي الحزن والقلق موجودين في القران والسنه. لو بصينا في القران هنلاقي مصطلحات مختلفه عن الحزن، زي مثلا الغم، الحزن، البث، الاسى. الغم ان حد دلوقتي حزين عشان خايف من اللي هيحصل او قلقان عشان حاجه هتحصل في المستقبل. الحزن هو حد حزين عشان فقد حد او فقد شيء. البث شعور عميق جدا بالحزن لدرجه ان الشخص ما بيبقاش عارف يعبر عنه في كلمات. دعاء سيدنا يعقوب كان بيقول اللهم اني اشكو بثي وحزني الى الله. اعتقد ان محدش فينا يقدر يشكك في علاقه سيدنا يعقوب مع ربنا. الاسى هو ان حد حزين دلوقتي عشان حاجه هو عملها في الماضي خايف ان هي تاثر على المستقبل. لو بصينا في السنه هنلاقي ان في سنه كامله من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كان اسمها عام الحزن. لو بصينا في اذكار الصباح والمساء هنلاقي دعاء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، والهم هو الانكزايتي والحزن هو الدبريشن. فليه الرسول هيدعي مرتين كل يوم ان ربنا يبعد عنه الانكزايتي والدبريشن لو دي حاجه ليها علاقه بعلاقه الناس مع ربنا؟ انا مش بقول بقى ان عشان الانكزايتي والدبريشن موجودين في القران يلا بقى كلنا نكتئب، بس لما حد يجي يحكي لنا ان هو عنده مشكله نفسيه، مرض نفسي، مشاعر سلبيه، بلاش نقول له ان هو عنده مشكله في علاقته مع ربنا. احنا ممكن نقول له صلح علاقتك مع ربنا كحل من الحلول، لان ده فعلا حل من الحلول في العلاج النفسي، ولكن ممكن يكون مش هو الحل الوحيد. يعني مثلا لو حد عنده شويه برد انت مش هتقول له روح ادعي ربنا ان انت تخف، انت هتقول له روح ادعي ربنا ان انت تخف بس خد برضو الدواء. يا ريت لما حد يحكي لنا ان هو عنده مرض نفسي او مشكله نفسيه هو جاي يحكي لك ان هو عنده مشكله، بلاش نخليه يمشي هو عنده مشكلتين، ان هو دلوقتي المرض النفسي اللي عنده وكمان احساسه بالذنب ان هو عنده مشكله في علاقته مع ربنا. نحاول ما نقللش من قيمه مشاعره بشويش كده بالراحه.